السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. بمناسبة أن النادي الأهلي خسر قدام فلمينينسي بالأمس بنتيجة 2-0، المباراة اللي الشوط الأول الأهلي امتلكها بالطول وبالعرض، عمل كل حاجة، كان هو الفريق البرازيلي في وقت كل الفرق التانية. فريق فلمينينسي كان هو الفريق الإفريقي أو فريق الأهلي. بالمناسبة المقولة اللي بتتقال دايما، اللي بيضيع كتير بيقبل كتير، كانت مقولة صحيحة وبالذات في الماتش بتاع امبارح. كل مرة الأهلي بيضيع أهداف بالجملة، سواء في الشوط الأول أو في الشوط الثاني، بيروح على طول دماغ الناس بتروح على طول لملف المهاجم، ملف المهاجم اللي عامل أزمة في النادي الأهلي. أغلب الفرق في مصر قدرت أن هي تستقطب لاعبين بجودة عالية. في مشكلة هنا في ملف المهاجم، وأنه هو الجميع بيعامل الأهلي كأنه نادي من أندية الخليج في المقابل المادي، سواء الأندية المصرية أو الأندية العربية أو حتى الأندية الأوروبية. اللعيبة الأفارقة فاكر نفسه طالع الخليج، فبيتعامل مع النادي الأهلي على أساس أنه هو رايح الخليج. فالأهلي بيضطر ان هو يجيب لعيبة ما بتظهرش بمستوى. انا مش عارف اعلق على موديست، هل هو ظالم ام مظلوم في وجوده في النادي الأهلي؟ يعني اللعيب جاي مش جاهز بدنيا، لعيب ليه سي في كويس، ليه سي في كويس، لكنه برضو هيبقى فيه عنده نفس المشكلة اللي هي المهاجم اللي كل الفرقة بتخدم عليه. يعني هو بيلعب في أندية الوسط في أوروبا، فكل الأندية بتلعب، كل الفرقة بتروح للمهاجم، عاوزة تصب عند المهاجم اللي بيخلص. ده كلام مهم، وكلام مهم عندك كل أندية الدوري المصري، كل اللعيبة الأفارقة اللي بيجوا في الدوري المصري بيجوا وبيعملوا بيبقوا ايه، بيبقوا الفرقة كلهم وراهم، هم جرايين وبيجروا وبيروحوا وبيجوا على الفرقة، بيروح الفينش بتاعه كويس فبيخلص، فبيطلع ممكن تلاقيه هداف الدوري وهو بيلعب وفرقته كلها بتلعب زون ديفنس او دفاع، كل الفرقة بتلعب كده، هو بيرمول الكورة وهو بيجري. اقرب مثال لكده مايوكا اللي كان في الاتحاد، اللي كان الاهلي والزمالك يعني بيجروا وراه وحفوا لغايه ما بقى موجود في الزمالك. بعد ما جه الزمالك فرقه كل الفرق بتدافع وسطها، فمفيش فرصه ان انت تجري، هتجري فين وسط 11 لعيب كلهم متكتلين في نص ملعبه. ودي مشكله الاهلي والزمالك بعيدا عن النقطه الماديه، لكن في مشكله هنا في جوده اللاعبين. انت عاوز لعيب يعني هو متعود ان فرقته الفرقه كلها بتلعب، مش بتدافع، وواحد بيجري او ثلاثه الخط الامامي ده بيجري بيروح يحرز هدف ويجي. يعني مش علاء عبد العال، مش شغل الكابتن علاء عبد العال يعني. فعشان تجيب مهاجم بالطريقه دي لازم ان انت تدور في افريقيا على مهاجمين صغيرين يجوا يقعدوا معاك فترة، مش مهاجم مثلا عنده 3، يعني مهاجم اخره يكون عنده 23 سنة عشان يقعد معاك موسم واتنين، يبتدي يتحرك معاك ويفهم عقليتك ويبقى جزء من الفرقة اللي انت بتأسسها. كولر امبارح عمل كل حاجة، عمل خطة، لعب، قدر ان هو يوقف فريق فلمينينسي، قدر ان هم حتى كل الامور كانت في صالح النادي الأهلي. لو الأهلي خلص بهدف أو هدفين في الشوط الأول كانت الدنيا هتتغير، لكن أنت نزلت لعبوا بالخبرة. مارسيلو أخذ ضربة جزاء من بيرستاو كده من الهوى، بالحداقة يعني زي ما بيقول. اللعيبة بعد ما جه الجون بدأت تقع وبدأت تلعب، وبيلعبوا على لعب شمال إفريقيا اللي هو خلاص بالخبرة يعني. مارسيلو اللي قضى حياته كلها وبيفنش في فرقة في بلده علشان خاطر يكون يعني بينهي حياته نهاية سعيدة، ومش هينهي أكتر من إن هو ياخد
الكوبا ليبرتادوريس ويروح ياخد كاس العالم للانديه، وممكن على حال مانشستر سيتي ان هو ياخد البطوله دي. نقطه. النقطه الثانيه ان انت هتلعب على المركز الثالث والرابع. مركز بقى مش مهم بالنسبه للفريق، لكنه مهم تاريخيا لفرقه النادي الاهلي وكل الناس اللي بتتكلم عن الكرة، عن تاريخ الكرة، ان انت بتوصل اخدت المركز ده. الاهلي كان بيطمع في المركز الاول والتاني، لكن هي دي ظروف الكرة في افريقيا. ان انت ده اخرك. بيبقى في طفرات ساعات بتحصل، زي ما حصلت مع العين، زي ما حصلت مع مازيمبي، حصلت. لكن في الاول وفي الاخر المرشح ليها هو مانشستر سيتي، ثم نادي فلومينينسي ان قدر ان هو يتخطى نادي مانشستر سيتي. دي حاجات مهمه. احنا محتاجين مهاجم، محتاجين فرقه. يعني المشكله الوحيده ان انت كان ممكن يعني الناس تقول احنا محتاجين طاهر من الاول في ماتش امبارح. محتاجين طاهر ان هو بيجري، هو ما بيشوفش قدامه وبتاع، ما بيبصش على الجول، لكنه بيجري. انت عاوز واحد الخط الظهر اللي عمره اللي فيه فليب ميلو 35 والجون ال 43 والكلام ده كله، انت محتاج واحد يخبط في الحيطه يروح. لكن اداء كويس، مارسيل كولر عمل تشكيل كويس جدا، الفرقه كانت واقفه على حيلها. دي ميزه كبيره لفرقه النادي الاهلي. اتمنى ان احنا يكون من نصيب النادي الاهلي اللعبه على يعني يحرز البرونزيه للمره الرابعه على ما اعتقد، واتمنى التوفيق للفرقه، وان يكون في مهاجم واثنين وثلاثه، وان النادي الاهلي في الفتره اللي جايه دي في الدوري ان هو يعتمد على المهاجمين الشباب، يطلع من قطاع الناشئين، يدور في الدوري المصري على مهاجم يعمل منه حاجه. لكن انت هتروح تشتري ب 3 و 4 مليون دولار علشان خاطر يحرز لك هدف او هدفين وفي الاخر ما تلاقيش انتاج منه، لا. يبقى انت لا، يعني حاول تدي زعلوك شويه، حاول تدي تطلع من فريق الشباب، حاول تجرب ماتش واثنين وثلاثه. الاهلي خلاص، يعني انت بطوله كاس العالم، انت السنه الجايه هتلعب في 38 على ما اعتقد، يعني بطوله كاس العالم للانديه هتبقى زيها زي بطوله العالم بيلعب فيها مانشستر وبيلعب فيها برشلونه وبيلعب فيها ريال مدريد. يعني مش هتبقى في مجموعه سهله، ده انت لو عديت الدور الاول تبقى انت عملت انجاز. هنرجع تاني بقى افريقيا والاداء المشرف وي وي وي، بعد ما كنت بتنافس على الذهب ولا الفضه ولا البرونز، فانت هتبقى 34 فريق، يعني شهر بحاله بتلعب بطوله في امريكا السنه الجايه. فنتمنى التوفيق بالنسبه للنادي الاهلي في الماتش القادم، وان هو يحرز البرونزيه علشان يبقى تاريخ بيسطره النادي الاهلي اجيال ورا اجيال في بطوله كاس العالم للانديه بنسختها الاخيره، اللي هي بتبقى فرقتين من كل قاره، وبنظامها الظالم اللي هو فرقه بتلعب ماتش وفرقه بتلعب ماتشين وفرقه بتلعب ثلاثه في شكل غريب. شكرا.